أهلا بحضراتكم مرة تانية. فقراتنا الأولى في البيت الكبير، يمكن مع ملف يمكن مش هنفتحه دلوقتي، لكن مفتوح من فترات طويلة جدا، وكنا بنناقشه هنا في البيت الكبير بشكل موسع، لكن يمكن الأسابيع الأخيرة يمكن كان زاد شوية هذا الانتقاد على هذا الملف، وملف التحكيم وملف الفار والعلاقة ما بين حكم الفار وحكم الساحة، كل ده في خلال الأسابيع اللي فاتت، يمكن خاصة مع احنا بنتكلم على نادينا النادي الأهلي فقد عدد كبير من النقاط، أعتقد 6 نقاط يمكن لسه في واحنا في الأسبوع التاسع، علشان نحلل دوت ونشوف إيه الأسباب ونشوف إيه الحلول. معانا الحكم الدولي والمحاضر الدولي طبعا الحكم كابتن ناصر عباس، ده طبعا مشرفنا النهارده في البيت الكبير عشان نناقشه بكل امانه وبكل صراحه التحكيم المصري رايح لفين. كابتن برحب بحضرتك وجودك معانا في البيت الكبير، والتحكيم رايح بينا على فين يا كابتن؟ طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك طبعا وتحياتي لكل النادي الاهلي الجميل. كابتن هاني، في البدايه خلينا نقول حاجه مهمه جدا، كره القدم نادي كره القدم بقت كره قدم حديثه، المفترض بقى فيها سرعه، بقى فيها خطط، بقى فيها رقابه بدنيه عاليه، المفترض انا كتحكيم اواكب كره القدم الحديثه. تمام، دي مفيش فيها هزار. تمام، انا النهارده كلجنه الحكام مش بس عندنا في الاتحاد المصري، في كل الاتحادات الاهليه والاتحادات القاريه، لابد انك انت تطور ادائك التحكيمي بما يتواكب مع كره القدم النهارده الحديثه. النهارده فيها كل حاجه، سواء كان في خطط وجري وحاجات دي كتيره جدا. ده اللي احنا بنتكلم فيه في البدايه. لو انا ما طورتش نفسي النهارده كلجنه الحكام وكحكام وما اشتغلتش على نفسي كويس قوي قوي قوي، اعتقد انا هتاخر عن الاتحادات الاخرى. فنيجي نتكلم على عنصر مهم جدا جدا، نتكلم الاول على الحكام. كابتن هاني، خلي بالك الحكام، انا بقول كلهم اخواتي، انت النهارده بتلعب في ظروف مفيش اروع من هذه الظروف، مفيش جمهور. النهارده كمان عندك الفار يا كابتن، عندك الفار بيساعدك، يعني تلعب وانت مطمن، ما انتش عندك ضغط سواء من الجمهور سواء كان من اللاعبين، لانك انت لما بيبقى في خطا عندك بترجع لتقنيه الفار. اذا انت المفروض تشتغل على نفسك كويس، المفروض تتمرن كويس قوي قوي. حتى كابتن هاني في حاجه مهمه النهارده، ما بقتش الدنيا مقفوله زي الاول، يعني انت النهارده ممكن من خلال الانترنت او من خلال التكنولوجيا تجيب البرامج تتمرن، تجيب الجديد كل ما هو جديد في القانون وفي فهم القانون، تجيب الماتيريال ممكن انت كحكم لو انت حابب تشتغل. ولكن انا شايف نمره واحد، لابد ان احنا كنادي الحكام نبتدي نطور اداء حكامنا. كمان الحكام لهم دور، كابتن ايمن، كابتن هاني، الحكام لهم دور كبير جدا جدا. النهارده الحكم مثل المكسل بينزل يعتمد على الفار، ما كناش كده ابدا ابدا، يعني زي ما قلنا المفروض انت كحكم لابد تخاف على نفسك في البدايه وتبتدي تشتغل بشكل اسرع. طيب حضرتك بتتكلم في نقطه، يعني نقطه بصفه عامه، ويمكن كلام حضرتك دوت مش من دلوقتي، انت بتتكلم الكلام ده يمكن من فترات طويله جدا. تمام، ان الحكم يشتغل على نفسه، وان احنا عنصر القوه والسرعه متواجد زي ما بنطالبه في اللعيبه، لازم يكون متواجد في الحكم شخصيه. تمام، الحكم. لكن طبعاً الفترات الاخيره، وتعالى نمسك اخر مباراه. تمام، يعني خلينا نتكلم كده عن يمكن الاخطاء التحكيميه في مباراه النادي الاهلي بقت كتيره جدا، وبقت حتى بالنسبه لي انا لعيب كوره ومش فاهمها. يعني المباراه اللي فاتت قيمتها ازاي على الاداء التحكيمي العام للكابتن جهاد جريشه، وبالنسبه للحالات الجدليه الموجوده فيها؟ كابتن هاني، وانت كنت لاعب كوره كبير جدا، وانت بتحس لما بيكون انت ليك مخالفه، ليك هدف ما تحسبش، ليك رجازه ما تحسبتش، وبتطلع تتعادل، بتختلف لو انت طالع كسبان. أيه، لو انت طالع كسبان الخطا ما بيبقاش مؤثر قوي. مظبوط، ولكن خلينا نروح لمباراه امبارح، ان الاخطاء التحكيميه امبارح اثرت في نتيجه المباراه، وده الحكم احيانا بيبقى حظه وحش جدا، ان هو بيبقى في خطا مثلا لفريق ما والفريق ده اتغلب او تعادل. لو احنا رحنا مباراه امبارح، احنا عندنا نمره واحد هدف تم الغائه وانا هتكلم فيه في تفاصيله، عندنا ركله جزاء لم تحتسب، ركله جزاء كابتن هاني يعني ما فيش اختلاف فيها، يعني ركله جزاء واضحه شديد الوضوح، صريحه يعني، صحيحه 100%، يعني اسهل ركله جزاء. انا امبارح حتى بقيت انا قلت لا، في حاجه يعني، في حاجه مش طبيعيه. طبيعي يعني، يعني في حاجه مش طبيعيه. فلما انا جبت الحاله بتاعه ركله جزاء، يعني قلنا دايما للحكم لابد انك انت تستشعر ان هناك مهاجم ومدافع داخل الصندوق، لابد انك انت تتحرك وتروح تفتح زاويه وتشوف عشان تشوف التفاصيل. مظبوط، اوكي ماشي، حضرتك يعني اتاخرت سنه، وكان المسافه ما بين تمركزك والحدث تقريبا 30 25 متر، كتير بعيد، تفاصيل بالظبط، وبناء عليه انت اديت ركله ركنيه. لو احنا رحنا للحاله هنا، لا دي كمان ده وادي دجله كمان، خلينا نروح بس لو احنا هنروح لحاله كده،
عشان كمان يعني يبقى كلامنا كله كتنهاني. طب هاتوا لنا الحاله بس بتاعت امبارح الاول وبعدين هنرجع لوادي دي دلالات، ونقول كمان دي ثقافه للتحكيم وللحكام وللجمهور. تتكلم يعني على بوزيشن الحكم، بوزيشن النهارده يعني خلينا نتكلم في مهاجم النهارده، انت كنت بسم الله ما شاء الله يعني بتلعب سنتر هاف باك حاجه عاليه وبتتوقع وبتروح وبتغطي البوزيشن مهم طبعا جدا وبتاخد الارتقاء وكده. انت نفس الحكم نفس الشيء النهارده، انا لما استشعر النهارده حاله داخل الصندوق وانا ابعد عنها 20 او 25 متر، طبعا هروح هقف هنا بس كابتن، هقف هنا بس هرجع بس هرجع كابتن هنا كابتن هاني. الحاله دي مهمه جدا جدا كابتن هاني، ودي حاله تعليميه للحكام من فضلك لو سمحت. لا نجيب اللايف من اول خالص، لا هات هات اللقطه اللايف من اول خالص، من اول خالص، من اول خالص يا جماعة. اللقطه اللي انا فاتت. بقول دايما دايما انا هنا ستوب، هنا هتتعمل باص كابتن هاني ماشي. هتروح في داخل الصندوق مظبوط، حتى انت كابتن لو انت عملت اقصى سرعه عندك تقريبا مش هتبقى موجود في الحادث. يعني انت بتتكلم انت المسافه دلوقتي الكابتن جهاد جريشه ما بينه وما بين الكوره لغايه ما وصلت مواصل جوه ال 18 كان هيبقى فيه تقريبا 25 متر، 25 متر على الاقل كابتن، 25 متر في حاله تحكيميه صعبه محتاجه التفاصيل، ولو انت حتى ما تقدرش تجيب التفاصيل بتاعتها. انا معاك. طيب ربنا كرم وعندنا الفار، هنروح للحاله نشوف هنا كابتن هنا حتى كمان هو يقول لك اللحظه من هنا من هنا والمسافه زي ما حضرتك اوريدي الصوره مش موجود الحكم فيها مش باين. طيب هو على الاقل على بعد انت بتتكلم في 35 40 انا متر. هتكلم لحكامي يا جماعه، يا حكامي يا اخواتي يا محترمين، واحنا بنقول الكلام ده في المحاضرات دايما، من فضلك انا هنا انت مش موجود، انت خدت قرار على اي اساس؟ بالظبط انت سعادتك خدت قرار على اي اساس؟ طب انت شفت ازاي التفاصيل ديت؟ شفت ازاي ان المدافع هو اللي نجح واديت ركنيه؟ اولا المدافع ما لعبش الكره خالص يا كابتن هاني في اللعبه. اه طبعا. طب انت حضرتك اديت ركنيه على اي اساس؟ بس يعني هو دلوقتي لو قسنا المسافه، لو يعني المسافه ما تقلش عن انت بتتكلم في 30 25 متر بالظبط كده، ده لسه هتروح كمان لسه هتروح كمان الباص، هتروح للباص هو يمكن هيختفي من هنا من النقطه ديت ونلاقي نفس المسافه كابتن هاني اللي انا اتكلمت فيها 25 30 متر. اذا انت فقدت التمركز، فقدت القرب، فقدت التفاصيل، مش مشكله. طب انا عندي هنا بص هنشوف هنا كابتن في اللقطه ديت مهمه جدا. بص يا كابتن انا هنا ستوب، بس انا عندي ثلاث حاجات في اللعبه دي كابتن هاني، وانت كنت حضرتك بتلعب مدافع اتفضل. كونك انت تعمل المهاجمه ديت بيبقى في ريسك عليك انت كمهاجم كمدافع طبعا. حاجه من الاثنين، لو انت نجحت في لعب الكره دي بالشكل ده صعب جدا انا اخد الكره وهي في حوزه المهاجم مظبوط، وهو كمان الكره بعيده عن رجل اليمين، يبقى انا النهارده عشان اخد الكره دي بعمل تاكلينج من بره. تسمح لي اشرح لك كمدافع؟ اتفضل. انا لا انا لو مدافع ارجع بس الصوره، ارجع بس السنه، ارجع السنه سنه سنه كمان. انا الطبيعي جدا ارجع كمان 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 سنه كمان سنه، ايوه بس هنا انا طبيعي لو مدافع وعايز اخد الكره انا مش هعمل التاكلينج هنا، انا هحاول امد رجليا واعمل اخد الكره من قدام من قدام المهاجم، خطوه وتعمل تاكلينج بالظبط، يعني هسبق بخطوه شويه واعمل التاكلينج من قدام. لكن لو خدت الخطوه ديت انا عارف متاكد ان انا مش هاخد الكوره. هو ده اللي حصل. انا كمان كحكم لازم يكون عندي موهبه كابتن هاني، لازم اكون انا لعبت كوره كمان، ولازم كمان انا قلت ايه هذه الحاله من الحالات ان يعني محتاجه ازاي انك انت تبحث. هروح للحاله دي كابتن، انا هنا بنقول المدافع لم ينجح في لعب الكوره ابدا، يعني هنا المدافع عمل ريسك وراح يلعب ما لعبش الكره ولعب رجل اللاعب. طيب البعض ساعات ممكن يقول لك الله ده المهاجم حط رجليه، لا هات الحاله ثانيه بعد اذنك. المهاجم هنا ممكن انا احط رجلي امنع المدافع بالظبط من هنا يوصل الكوره. هجيب في الاعاده محمد شريف هنا كابتن عمل ايه؟ رجلي راحت في نفس الاتجاه ما راحتش ناحيه المدافع اطلاقا. بص كابتن هنا انا رجلي الشمال ما منعتش المدافع من ان هو يلعب، بالعكس انا رجليا الشمال هي نازله على الارض وثابته. يعني لو قلنا النهارده لو محمد شريف عمل حركه اضافيه ودى رجله في اتجاه اللاعب منعه من ان هو يروح للكوره، طب انا هفضل معاك لو هاخد بالده. ولو محمد شريف عمل كده ده في مهاجمين بتعمل كده عشان وبتاخد ضربه على كورته ويبقى ضربه جزاء بالظبط صحيحه. ما انا برافو عليك، برافو عليك. رجلي لو المدافع حط رجله خلاص ما هي ضربه جزاء. هقول ومعاك لان البعض يقول لك اصل ممكن رجليه تروح تمنع المدافع. لا انا النهارده انا عندي القدره على ان اعمل احوط على كورتي تمام وبحاول اكرت بدون ان انا ما ابتكب مخالفه طبعًا. انا هنا هروح للعبه دي كابتن، دي لعبه بردك من الالعاب اللي انا قعدت كده يعني قعدت بيني ونفسي انا وكنت يعني حاصل لحاله جنان. يعني هذه الحاله التحكيميه الواضحه ركله جزاء صحيحه جدا جدا زي ما قلت، جهاد ما راحش ما حكمش او ادى ركنيه. طيب يجي دور الفار، الفار هنا النهارده انت النهارده جاي بتتدخل في الحالات ركله جزاء. ما دي بقى السؤال يا كابتن عشان انت مش يعني مش هقاطع حضرتك، لكن هو السؤال دلوقتي انت اتكلمت على بوزيشن كابتن جهاد جريشه بعيد تماما على بوزيشن انه يشوف كوره
مشتركه ما بين مهاجم ومدافع داخل منطقه الجزاء، الفيجن بتاعه بعيد ما يقدرش يحكم. طيب السبب اللي هو ليه، طب ما احنا عاملين ليه الفار، يعني السبب ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش للفار بالظبط؟ كابتن هنا انا مفترض الفار حاجه من الاثنين، يا انا كحكم بقول له انا شاكك في اللعبه اعمل تشيك عليها، بطلب انا كحكم بطلب. الحاجه الثانيه هنا الفار كمان ليه دور كبير جدا جدا. اولا انت الفار ده شغلك، احنا قلنا الفار بيتدخل فيها يا كابتن هاني. ثاني للناس بنقول من فضلكم، الفار يتدخل في كره هدف او مش هدف، بيدخل في ركله جزاء او مش ركله جزاء، بيتدخل في البطاقه الحمراء مباشره او الهويه المفقوده للاعب في البطاقه الحمراء او التسلل ممكن. لا التسلل ما هدف او مش هدف داخله في التسلل، داخله في التسلل، داخل في التسلل. أوكي. لكن هم الاربع حاجات اللي احنا بنتكلم فيهم من ضمن ركله جزاء وركله جزاء، هذه ركله جزاء بنسبه 100% كان لابد انك انت تحسبها. انت كفار النهارده موجود النهارده وجاي حضرتك عشان هذه الالعاب المهمه طبعا، اللي النهارده انا بقول النهارده تاني من خلال برنامج مش بتجنى على الحكامي، احنا داعمين لحكامنا ولجنة حكامنا وماشيين معاهم وفي ظهرهم، بس من غير المعقول النهارده احنا لما كنا داعمين للحكام الحكام ما تساعدش نفسيها، صح الحكام ما تشغلش على نفسها. نيجي للحاله ديت، انت كفار ركله جزاء واضحه مليون في الميه، حتى لو الحكم ما قالكش راجعني انت المفروض تبقى من البروتوكول طبيعي يا كابتن جهاد احتماليه وجود ركله جزاء، حضرتك تعال شوف. طيب حضرتك تعال شوف، لانك انت حسبت ركنيه على سن المدافع لعب، لا المدافع ما لعبش، كان يجب على الفار، كان يجب على الفار التنبيه على الحكم من فضلك احتماليه ركله جزاء، وركله جزاء واضحه جدا، انفرادك تعال شوف اللي حصل. انا مش عارف يعني لحد طيب انا يعني هو الطبيعي، يعني خلينا نحط احتمالات، حضرتك بتقول من واجب الفار يشوف يقول له في احتماليه ضرب الجزاء، ده البروتوكول اللي بيقول مش انا، البروتوكول اللي بيقول الفار، هنقول ان الفار قال للكابتن جهاد جريشه في احتماليه ضرب الجزاء تعالى شوف. هل من الوارد ان الكابتن جهاد جريشه يعمل نفسه مش سامع ويكمل المباراه؟ لا صعب، لان كل ده بيتسجل في غرفه الفار يا كابتن، الفار يا كابتن هاني بيتسجل كل المحادثات اللي بتتم ما بين الفار وحكم المباراه. تمام، انا بقول لك في احتماليه، لان بقول لك احتماليه، لان لو انا ماشي معاك في القرار هعمل كونفيرم هقول لك انت صح، انما طالما قلت لك احتماليه يبقى انت، انا شفت حاجه انت ما شفتهاش في الملعب يا كابتن، يبقى انا شفت حاجه كفار انت ما شفتهاش في الملعب. هو ده كان المفروض يحصل من طارق مجدي، وطارق مجدي حكم كبير على فكره وحكم لعب كتير. يا كابتن جهاد من فضلك انا شايف ان احتماليه ركله جزاء، فضلك تعالى شوف. طيب من الوارد انه ما يكونش الفار قال للكابتن جهاد جريشه، من الوارد او من الوارد ان يكون الفار اكد على قرار جهاد جريشه ان هنا مفيش مخالفه، ودي تبقى عمليه صعبه جدا جدا يا كابتن هاني. تاني انت قلت حضرتك ممكن الفار، ممكن الفار ما يكونش بلغ الكابتن جهاد جريشه، لا ما هو لازم لازم هيبلغ، لازم هيعمل حاجه من الاثنين. ما لو بلغ يبقى لازم يروح يشوف. لا ما انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل كونفيرم على قرارك، اقول لك انك انت كنت صح، تمام يا كابتن هاني انت خدت القرار الصح، مفيش داعي انك انت ترجع تاني ليا. ليه؟ ممكن يبقى الحكم نفس تقديره هو تقدير الفيديو، ان الحكم هنا هو طارق مجدي عمل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك كده، طارق شاف ما هو من وجهه نظره دي مش ركله جزاء. ازاي بقى يا كابتن هيشوف من وجهه نظره؟ يعني الفار قاعد زي ما حضرتك قاعد انا وبنشوف الصوره. يعني كابتن جهاد بعيد قلنا 25 متر وما شافش، تمام. لكن انا بتكلم على حكم فار قدامه الشاشه وقدامه الصوره اللي مش شايفها، او الزاويه اللي بالزبط. مش شايفها الكابتن جهاد بالظبط. وخلي بالك الكلام ده، هل الزاويه دي هي اللي احنا شفناها؟ انا اسال سؤال بس كده، يعني دايما الزوايا تطلع مع النادي الاهلي، ماتش دجله ايد فقال لك دي زاويه الحكم مش شايفها، طب ما زاويه الحكم مش شايفها، ما هو الفار عشان كده برضه. خليني اقول على حاجه كابتن هاني، خليني اقول هذه ركله جزاء مش محتاجه جدال، عارف احيانا بنختلف انا وانت لما نقول 50 50 70 20، هذه ركله جزاء وانا بقول اهو على مسؤوليتي، هذه اسهل ركله جزاء في الدوري حتى الان، زي ما كان يجب تدخل الفار، وزي ما قلت عدم تدخل الفار النهارده حرم النادي الاهلي من هدف. ما هو ده اللي بتكلم عليه يا كابتن، يعني وبالتالي هو المشكله ايه بقى؟ ما هي المشكلة بقى النادي الاهلي اتعادل، احنا عارفين انها ضربه جزاء والناس كلها طلعت انها ضربه جزاء، احنا مش هي تحليلها ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء واضحه بالزبط. هو ليه بيحصل ده مع النادي الاهلي؟ وليه بيحصل دايما ان ما فيش حكام بتروح تشوف الفار، او بيبقى الفار متاخر او ما بيتشافش خالص، وخاصه يمكن بنتكلم في اربع خمس ماتشات، على انت بتتكلم في خمس ست ماتشات من تسع اسابيع بالظبط، فعايزين نعرف برضو
الغلط فين ومين السبب يعني؟ يا كابتن، هنا انا هنا المفترض انا بقول لجنه الحكام من خلال هذا البرنامج المحترم وهذه القناه المحترمه، وتاني يا كابتن وجيه والله والله احنا داعمين للتحكيم المصري، واقفين في ظهرك، واقفين مع حكامك، بس حكامك مش مساعده نفسها، حكامك المفروض تساعد نفسها. الكابتن وجيه لابد النهارده يبقى يعني، تاني بقول لحضرتك وانا عارف انك انت يعني بتاخد الاجراءات، لابد سياسه الثواب والعقاب. مش هينفع يا كابتن النهارده انا حكم يهمل عندي ويلعب، ما ينفعش يا جماعه. يعني انا النهارده حكم بيخسرني، انا النهارده المدرب يا كابتن هاني بيعمل ايه؟ بيلعب 11 لاعب اللي هم بينجحوه في الملعب. لما بيحس ان لاعب مقصر شويه اتفضل يطلع وينزل تاني. انا النهارده كلجنه حكام لابد ان لجنه حكام هي كمان تخاف على نفسها يا كابتن. الحكم اللي مش هيشتغل معايا بشكل جدي ويهتم ويركز من فضلك اركن. مفيش هزار. لان النهارده انت النهارده موجود يا كابتن وجيه ولجنة الحكام لتحقيق العدالة ما بين الأندية كلها، ده هو أساسك. مش موجود عشان خاطر تبقى تحقيق العدالة بينك وحكامك إن كل الحكام تاخد ماتشات. لا يا كابتن، أنا ما عنديش كل الحكام تاخد ماتشات، أنا عندي الحكم الكويس هو اللي هيلعب. كابتن أنا ما بوزعش، بعملش عدالة ما بين الحكام، يبقى داخد خمسة يبقى داخد خمسة، داخد ستة يبقى خد ستة. لا لا، أنت كابتن وجيه العداله بالنسبه لنا احنا او بالنسبه للانديه او بالنسبه لكل الدنيا انك انت تحقق العداله التحكيميه للانديه من خلال الحكم الكويس، واللي بيجيد هو ده اللي يلعب. ما حضرتك اتكلمت برضه في نقطه مهمه جدا، يعني كل الاخطاء دي بتحصل وما والفار موجود. ما هو هنرجع تاني لقصه الفار، البروتوكول غلط، ان الحكام مش فاهمه البروتوكول، اللي قاعد على الفار نفسه مش فاهم البروتوكول، ليه ما بيطبق؟ هو ليه مصر يعني الدولة الوحيدة اللي المشكلة عند يعني كل الناس عندها الفار، عندنا ما عندهاش كم المشاكل ديت، وخاصة يعني في الفترات الأخيرة بالذات مع النادي الأهلي. كابتن هاني، اللي أخفى عليك أنا قلت الكلام دوت حتى قبل وتطبيق الفار، أنا قلت الكلام ده من غير ما أقول النهاردة تقنية الفار تقعد شهرين وبعدين يتم إسناد مباراة للحكام خلال شهرين، ما حصلتش في أي دولة. إنك أنت حضرتك تطبق تقنية الفار وتدرب الحكام شهرين، التقنية بتقعد من 6 ل 8 لسنة كاملة تدرب حكامك على حدث جديد انت كحكم ما تعودتش عليه. انت لابد كمان كابتن يعني هاني، الحكام اللي هي عندها خبره، اللي هي لعبت في دوري ممتاز، شافت الاخطاء، عندها تقدير صحيح، هي دي اللي تقعد على الفار، هي دي اللي تقعد على الفار. طبيعي. الحكم الصاعد الصغير لسه ما زال قدامه كتير، لازم يعني ينزل الملعب ويشوف. أيوة ويجرب طبعًا. انا كان المفروض ان الحكام السابقين، وده البروتوكول بيقول كده على فكره، هقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، في البروتوكول ما ألزمكش بأنك أنت تحط الحكم العامل بس، ده أنا ممكن أجيب الحكم العامل اللي موجود لسه ما بطلش أو ما اعتزلش، ده أنا ممكن أجيب حكم اعتزل وحطه على الفار، يسمح ليك أنك أنت تجيب حكم معتزل بقى له مثلا 3 4 سنين عنده خبرة، ده اللي هيقدر يفيدك في البروتوكول. يبقى أنا بقول النهارده أن لجنة الحكام يا كابتن من خلال هذا البرنامج، وأنا عارف أن كابتن وجيه ولجنته بتشتغل بسم الله ما شاء الله، آخر مرة جابوا الحكام، ما انا مش هشتغل لوحدي بقى، يعني انا مش هنزل اشتغل للحكام، انا المدرب مش هينزل ينزل يشتغل في الملعب. جبنا الحكام وابتدوا يشتغلوا معاهم على الحالات التحكيميه الاخطاء، وابتدوا يقولوا لهم ايه هي الملحوظات وايه يجب تطوير ادائك ازاي، ويجب تعمل اشتغلوا مع الناس بشكل كويس جدا جدا جدا. ده كان الاسبوع اللي قبل اللي فات، عملوا تقريبا محاضره لجميع حكام الدوري الممتاز عن الاخطاء اللي فاتت. ولكن انت بتشتغل مع حكامك وحكامك ما بتساعدكش، لا يبقى هنا المفروض يكون في حاف حاف عند نقطه كابتن، والحكام ما بتساعدش نفسها. طيب السؤال المطروح دلوقتي هو شخصيه الحكم، ويمكن الكلام ده قلته في البيت الكبير من يومين ثلاثه وكان ليا مناقشه فيه، هل شخصيه الحكم اتغيرت بوجود الفار؟ يعني بمعنى اصح ان الحكم بقى بالنسبه له بقى ريلاكس شويه، اللي هو لو ما شفتش حاجه الفار هيقول لي، اللي هو مش هجري كتير قوي عشان لو في مشكله ممكن الفار يقول لي، فده بدا تاثر بالسلب على بوزيشن الحكم وشخصيه الحكم وقرار الحكم، لان برضو كل الثلاث حاجات اللي بقولها دي ده بتكون شخصيه حكم دولي بيدي قراره وبيرجع للفار في الوقت المناسب. هل الفار بقى دلوقتي سبب لمشكله للحكام يعني بيتاثر عليه بالسلب؟ حضرتك قلت كلام مهم جدا يا كابتن هاني، وهو ده اللي احنا المشكله اللي احنا واقعين فيها. بنسبه 80% حكامنا بتعمل اللي حضرتك قلت عليه ده، اللي ان هم بيبتدي يعولوا على الفار، بيبتدي يكسل، بيبتدي ما عنديش مشكله، يعني لو عندي مخالفه جوه الفار هيلحقني او هيسند فيها. يا كابتن انا بقول لك حاجه مهمه جدا، يا من فضلك يا حكم يا محترم،
انسى ان في فار والبروتوكول بيقول كده. البروتوكول بيقول لك كده. البروتوكول بيقول من فضلك يعني شيل الفار خالص. الفار هو وسيله مساعده في الحالات الظاهره والواضحه والبائنه اللي حضرتك يمكن تبقى صعب عليك. انما انت ليك دور وتشتغله كحكم. من فضلك انزل اشتغل، اجتهد، ركز، اهتم، اتحرك، اتمرن يا كابتن. ما هو مش هينفع انا احكم مباراه 90 دقيقه وابتدي ان انا اروح اتمرن تمرين ربع ساعه نص ساعه واروح. لا، احنا قلنا كره القدم الحديثه بتتطلب ايه؟ زي ما كره القدم الحديثه موجوده في الاتحاد الدولي والدوري الانجليزي والدوري الخمسه الكبرى، انا كحكم حتى لو انا لجنه الحكام مقصره معايا شويه، ما عنديش معد كويس، ما بتمرنش، انا المفروض اروح اتمرن ليه؟ لان زي ما قلت انسى الفار خالص وابتدي اشتغل نفسك. لو انت اشتغلت على نفسك، وعندنا حكام يا كابتن هاني بتشتغل على نفسها كويس، وعندنا حكام في هذا الموسم في التسع ماتشات ما راحتش الفار مره، وعندها القرارات التحكيميه فوق الامتياز، فوق الامتياز. وهو ده الفرق ما بين حكم عنده موهبه، حكم عنده شخصيه، حكم مجتهد وبيتمرن، وحكم بيكسل وما بيذاكرش وعنده حفظ للقانون مش فهم القانون. ده في مشكله كبيره جدا كابتن هاني هقول لك عليها. الحكام انت النهارده بنقول لك كل يوم اقرا القانون، مش تحفظه، تفهم، لانك انت لما تفهم هتطبق في الملعب. مظبوط. من غير الفهم مش هتطبق، هتطبق غلط. ذاكر الحالات التحكيميه، في حاجه اسمها عندنا الماتيريال بتاع الفيديو تيست اللي هي الحالات التحكيميه الخاصه بالاخطاء واسلوب السلوك ولمسه اليد والتحايل والسيميليشن، ذاكرها يا اخي وحللها واعمل اختبارات لنفسك. يعني النهارده ما بقاش كمان لجنه الحكام بس هي اللي هتشتغل معاك، انت ممكن تشتغل مع نفسك. طيب هنرجع تاني كل دوت وشخصيه الحكم، وانا بالنسبه لي دي جزء مهم جدا، لان احنا كمان شفنا من خلال مباراه الاهلي يعني مع احترامي للحكام كلها، شفنا حكام بلغه الكره كده رافعه دماغها لفوق وعايزه تظهر قوتها مش من خلال شخصيتها، مش خلال قراراتها، لكن من خلال التعند بانذارات على النادي الاهلي ببعض القرارات الخاصه انها مش في صالح النادي الاهلي لمجرد انه يقول لا انا قوي وقوي على النادي الاهلي. طيب لو قلنا ده حكم دولي او حكم لسه صغير، لكن الكابتن جهاد جريشه على المستوى الدولي ده راح كاس عالم وحكم كبير. انا بالنسبه لي كانت مفاجاه ان هو لغايه دلوقتي او مش عارف افسر هو ليه في الحالتين دول ما راحش للفار. فهو السؤال دلوقتي هنرجع لشخصيه الحكم وعمليه انه اتكل بشكل كبير جدا على الفار. يعني الكابتن جهاد جريشه المفروض يكون مختلف. وبعدين الكابتن جهاد كان موجود في كاس مصر وعمل اخطاء تحكيميه بشكل واضح. طبعا. وبعد ما طلع اعتذر وقال كان في اخطاء تحكيميه، كان الاهلي وبيراميدز برضه واعترف بكده، فكان اداؤه المباراه اللي فاتت بالنسبه لي يعني علامه استفهام كبير. اتكلمنا على جهاد جريشه، وانا يمكن قريب من جهاد وصديق ليا كويس قوي. اولا جهاد بيتمرن كويس جدا، بيتمرن يوميا وعنده برنامج تبع الاتحاد الدولي بيشتغل عليه بجد، بيكلم بجد وكل واحد ياخد حقه. جهاد كابتن هاني المباراه امبارح خلي بالك مباراه صعبه. مش عايز اقول ان هو ما عندوش خبرات، وده لعب ولعب في وسط جمهور بره ولعب كاس افريقيه ولعب كاس عالم، ولكن احيانا هنا الضغوط يا كابتن هاني من خلال المباراه وصعوبتها. ضغوط ايه؟ ده راجل راح كاس عالم ولا في جماهير وضغوط، وخلي بالك كمان لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه راحتش وناقشت، يعني هو مطلوب من اللعيب ان هو يتلم على الحكم ولازم تروح تشوف الفار. احنا بنشوف فرق كده، هو ما بنشوف بعض الفرق خمسه سته يتلموا على الحكم، وده اللي بيحصل، وتزقه يروح يشوف الفار. احيانا بيحصل يا كابتن هاني، انا مش بتكلم على ضغوط اللاعبين في الميدان اللعب. كلامهم لا، مش ضغوط اللاعبين ولا كلامهم، انا بتكلم على المباراه من ناحيه الإعلامية. عشان الاهلي وبيراميدز، الاهلي وبيراميدز فواخده اكبر من كده طبعا كابتن. وده اللي انا بقوله بقى، طبعا ده انا بقوله كابتن جهاد، انت خدت من الخبرات يا كابتن جهاد، وانا بقول اهو انت خدت من الخبرات ومن الثقافات ومن فهم القانون ومن التدريب ومن كورسات الاتحاد الدولي اللي يخليك في هذه المباراه يبقى عندك الثبات الانفعالي، يبقى عندك الشخصيه التحكيميه، يبقى عندك انك انت ما تقلقش، يبقى عندك النهارده مش عيب النهارده لما انا عندي قرار خاطئ بروح للفار، مفيش عيب ابدا ولا في اي شيء ان النهارده بحقق العدالات التحكيميه. فبقول ان جهاد النهارده يعني امبارح في المباراه كان يجب، يعني جهاد انا عارف انك انت بتبحث دايما على القرارات الصحيحه، كان يجب حتى وانت في داخل الميدان لو الفار حتى ما قالكش. هو في عمليه استكبر شويه ان انا اروح، يعني خلي بالك انا عارف برضو يا كابتن ان في حكام بتقول يا رب الفار ما يقول لي تعالى بص. ثقافه طيب ثقافه، يعني في حكام تقول لك
يا رب. وهو تلاقيه رايح للبار رايح بيترعش وهو راجع اعمل ايه؟ وشفنا خلي بالك في بنك مباراه البنك الاهلي الحكم اعتقد كان دودو يعني ولا اسمه يعني انا مش فاكر اسمه بالظبط راح يعني ادى قرار 100% هدف وهو رايح انا حاسس بيقول ربنا يستر زي اللعيب وبعد ما رجع تحس ان هو ايه طب بقى خلاص هم يعني هي باينه وبتوع البار قالوا احتمال الضرب تبقى فاول فخلاص احسبها فاول يعني تاني شخصيه الحكم هو بالنسبه لي المعيار في موضوع الفار من خلال البرنامج والكابتن هاني انت قلت حاجه مفيده انا بقول للحكام الكابتن محمد سلام بقول للحكام انت الفار لما بيجيبك انت بتبقى مستقل ايه زعلان ليه بتكون متضايق لا ما هو لازم يبقى عندك الثقافه هو الفار ده اسال نفسك هو جاي ليه لو انت سالت نفسك ده الفار ده جاي يصحح ويدي العداله التحكيميه وهو النهارده الفار ما هو فريق العمل معاك يعني الفار النهارده لما بيقول لك وانت بتوصل للعداله التحكيميه كلكم كفريق واحد بتبقوا انتوا نجحتوا يبقى مش مشكله بقى الفار ياخد قرار ويعدل لك القرار بتاعك دي ما تبقاش انت مستأمنها يعني او متضايق كابتن جهاد جريشه يكون من جواه ما اعرفش يعني عنده يقول لك لا هو انا مش هروح عشان هو ده قرار صح خايف يكون او عنده قلق ان الفار او اشوف في الفار ان فعلا القرار كان غلط وبالتالي هتبقى وحشه في حق يعني انا بف يعني انا هقول لك جهاد يعني انا عايز اطلع نتيجه يعني. انت عاوز تقول ايه اللي حصل بالظبط اللي حصل مبدئيا اللي حصل ركله جزاء لم تحتسب ركله جزاء صحيحه 100% طيب هنا الحوار كان ما بين الحكم والفار انا جهاد حتى يعني جهاد انا يعني اعرف تحكيم هو بيقول لهم ايه قبل المباراه هقول لك جهاد بيقول لي الفار اي فار هشتغل مع جهاد بيقول له لو في حدث انا هحكي لك عليه اللي شفته هقول لك لو انت عندك غير اللي انا هقول لك عليه استدعيني طب ما دي بالمقلوب تاني ده كده بالمقلوب لا هو عاوز يوصل لنقطه ايه هي يعني مثلا هو خد قرار شاف القرار مثلا بحاجه ايه ان اللاعب المدافع لعب او اللاعب المهاجم لعب لو انا لو انت عندك كفار غير اللي انا هقوله لك في الكوميونيكيشن استدعيني يعني لو طبقنا اللي حضرتك بتقوله ده على اللقطه ديت يبقى الكابتن جهاد جريشه قال لهم انا مش شايف فيها ضربه جزاء وانا قراري كذا وهم صدقوا القرار ممكن بنسبه كبيره جدا هنا يجي بقى دور الفار يا كابتن دور الفار بقى هنا دور الفار يقول لا انا شايف ان اللي انت بتقوله ده لا مش هو دوت اللي قدامي اللي انا شفته تعالى بص وشوفه تعالى بقى من فضلك لان اللي انت بتقوله ده مش قدامي عند اللقطه بالظبط اللقطه فيها مخالفه بالظبط وانت حضرتك لازم تيجي تشوف عشان تدي القرار الصح مظبوط ده كان يجب على طارق مجدي ان هو يعمله انا حتى استغربت هو طارق طيب طارق حكم كبير على فكره طب انت يا طارق هل عندك ما شفتهاش؟ هل ما شفتهاش زي ما احنا شفناها؟ هقول لك على حاجه مفاجاه لو احنا جبنا مش هنجيب لعيبه ولا حكام ولا اي حد جبنا 50 من الجمهور وقلنا لهم تعالوا شوفوا الحاله دي من الجمهور ال 50 يقول لك الجزاء انا هقف عند حضرتك في نقطه واحده انت عارف ال 50 هيقولوا ضربه جزاء امتى؟ لو اللقطه عاديه من غير الفار هيقول 25 هيبقى 50-50 اللقطه في المؤكده في الفار ما أنا قصدي كده. لما احمد سامي لمس رجل محمد شريف خلاص الموضوع انتهى ما انا قصدي على الفار لما الفار جاب اللعبه وعدها بالظبط وعدها انا في اللعبه دي كابتن انا بقول تاني اهو انا حضرتك انا مش فاهم انا ما عنديش اجابه على ركله الجزاء ديت ما اتحسبتش اللي زي ما قلت دي ركله جزاء واضحه شديده الوضوح الشمس طالعه يا كابتن هاني ما حدش يقدر يقول ان الشمس مش طالعه كلنا بنقول ان في شمس طالعه هذه ركله جزاء وضوحها وضوح الشمس طيب ما هو نفس الكابتن نفس الموقف اتكرر مثلا في هدف والتر برضو كان في هدف والتر بوالي في ناس يعني انا تاني هرجع حتى لو انا ما عنديش فار انا معلش عشان انا يمكن لعبت في اوروبا وعارف الحكام في اوروبا بيحكموا ازاي والكوره ازاي في اوروبا انا بالنسبه لي هدف ايمن اشرف هدف صحيح لو في الدوري الانجليزي وفي حكم انجليزي طلع قال كده الهدف 100% لو في الدوري الالماني الجول بتاع والتر برضو هدف 100% لان انا مش شايف حتى لو في موضوع لو في احتكاك مش ما كره القدم ما لازم يكون في احتكاك في كره القدم يعني دي كوره يعني دي لعبه فيها احتكاك وفيها تعان وفيها يعني الكلام دوت لو بقى خلاص احنا بنلعب سوفت بقى يعني اللي يلمسني بيبقى فاول الموضوع مختلف يا كابتن حتى في اوروبا يعني بص يا كابتن هاني زي ما قلت هي مشكله هدف كمان ده في مشكله هقول لك عليها هو على فكره جهاد صفر على المخالفه وطبقا للبروتوكول انا من وجهه نظري بقول اهو انك انت ما تصفرش برافو عليك طب انت بتطلب من الحكم المساعد
هنا هنا بقى كده يعني هات لنا الكره عادي زي لا لا ما نجيبهاش بروتين، هاتها العاديه يعني. انا حتى هنا الكره جول الكره جول 100% وقعت من شريف ولا حطها، وبعدين ما كانش ولا ما لمس شريف ولا وحتى لو طالع معاه كتف في كتف ده مش فاول يعني، برضو الموضوع مختلف شويه. انا بتكلم من خلال خبرتي ان انا لعبت في الدوري الالماني ولعبت ماتشات كتيره جدا على مستوى الشامبيونز ليج، على مستوى لعبت فرق توتنهام. انا بس كابتن عاوز اجيب لعبه كابتن هاني بس بعد انا عاوز اشوف فيها صفر انت الصوره يعني هات لي اللعبه كده من اول يعني اساسا حضرتك تجيبها لي. هو جهاد صفر امتى؟ لو تقدر بس تجيب بس اوف بس هنا جهاد صفر. طيب نقف تاني بس هو صفر هنا اول صفر. ما وقعت من ايد شريف كابتن دي نقطه مهمه هنتكلم فيها، بس قبل ما نتكلم في اللعبه ونحكي فيها انا بقول للحكم المساعد لما بيكون فيه هجوم وهجمه هلو بس عن يعني خليك واقف هنا خليك واقف هنا هو صفر مساعد بتبقى فيه هجوم او فيه لاعب في موقف تسلل صعب الحاله بنقول لك من فضلك اعمل دليل القرار طالما الكره رايحه ممكن يجي منها جون. ليه؟ لانك انت ممكن ترفع وتقتل اللعبه والحكم هيصفر معاك وبالتالي تحرم الفريق من هدف صحيح. ده حقيقي الكلام ده احنا بنقوله لحكامنا المساعدين. نفس الشيء بنقوله لحكم المباراه لما يكون فيه هجوم زي ده وهجمه من المتوقع ممكن يجي منها هدف اخر القرار او الصفاره شويه صح ومش هتخسر حاجه يعني. احنا قلنا ده انت معاك الفار مظبوط حتى لو انت عندك القرار بعد ما الهدف بيجي خد قرارك ان كان في مخالفه او خد قرارك باحتساب الهدف كده كده مش هيستأنف اللعب يا كابتن هاني الا لما الفار يقول لك يعني انت يعني برضه في اللقطه ديت الكابتن جهاد جريشه يعني اتسرع شويه وصفر. انا بقول جهاد وانت حكم كبير جهاد وهو حتى الكلام ده بيتقال للحكام الدوليين في جميع التجمعات اللي موجوده لو في هجوم اخر. انا افتكر كان في حكم كابتن هنا مره رفع بدري الحكم المساعد رفع ده في ماتش افريقي وكان تقريبا الحكم اخر صفارته على الرغم ان المساعد كان رافع واخر صفارته الكره جت هدف واحتكم للفار الحكم المساعد طلع غلط ما كانش فعلا اوفسايد ما كانش فيه تسلل ولما راحوا الفار اكد ان الهدف هدف صحيح وبالتالي هنا لو كان الحكم صفر كان مع الحكم المساعد كان بقت مشكله. انا في هذه الحاله بقول جهاد حكم يعني يمكن اكتر حكم في مصر خدت ثقافه تحكيميه وخدت قانون وخدت ماتيريال وخدت حاجات كتيره جدا جدا ما حدش خدها في مصر قدك. هذه الحاله حتى لو انت شايف ان هناك مخالفه في هذه الحاله المخالفه واللعبه في الستة ياردة يعني هتنزل تيكي جون مش هتاخد حتى خمس ثواني. ما كان يجب عليك انك انت تطلق صفارتك وتوقف اللعب. هنا الفار ما يتدخلش يا كابتن هاني. ما يتدخلش. خالص. الفار بيتدخل امتى؟ احنا قلنا لما بيجي هدف الفار بيعمل تشيك عليه. لما انت صفرت حضرتك وقفت اللعب. خلاص انت اديت صفاره وقفت اللعب. يعني هو دلوقتي لو كان الهدف دخل وصفر انه فاول كان ممكن الفار يدخل. الفار يدخل بقى. لكن هو صفر قبل بقى. قبل انت قتلت اللعبه لما صفرت. قتل الفار قبل الجول ما يجي. بالظبط. مظبط بالظبط. بالظبط كده. فانا بقول لجهاد وبقول لكل حكام من خلال قناه النادي الاهلي المحترمه تاني والله احنا ما بنهاجم حد. والله احنا مع الحكام. بس المفترض الحكام تشتغل شويه على نفسها. من فضلك يا حكم هذه هجمه تعتبر هجمه واعده او هجمه فرصه. اخر صفارتك من فضلك واستنى ما في ما عندكش مشكله استنى ونرجع للفار والفار ياخد القرار الصحيح اللي بس سواء كان ده خلاص او لا. في الهدف ده الفار طلع بره اللعبه بمجرد ان الكابتن جهاد صفر قبل الكره ما تخش. جهاد صفر قبل الكره ما تخش. ودي برضك حاجه غريبه انا بقول الكلام للحكامنا وهذه الحاله لجنه الحكام هتشوفها اكيد وهتبتدي تراجع عليها. طيب حضرتك اتكلمت على تطوير الحكم وبتتكلم على جزئيه مهمه جدا ان الحكم يشتغل على نفسه. ايه اللي المفروض يتعمل يا كابتن عشان كمان اكيد تصعيد حكام على مستوى عالي واختيار كمان الحكام للمباريات الكبيره. في مباريات في الدوري المصري مباريات كبيره زي اي دوري في العالم. تمام. المقاييس اللي المفروض تتحط للحكام اللي بيحكموا المباريات الكبيره ذو الشعبيه اهلي زمالك اهلي ومصري اهلي وبيراميدز زمالك وبيراميدز في مباريات ليها شعبيه كبيره. بالظبط. فايه الخطوات او ايه يعني انك تحط حكم دولي فيها ان لازم يكون حكم بمعايير معينه ولا انت شايف الكل دوت من خلال
زي ما انت بتقول انت حكمت اربعه يبقى انت تاخد اتنين، يبقى انت يعني الموضوع ماشي ازاي؟ لا مش عارفين. هقول لك على مفاجاه كابتن هاني، قول لي مفاجاتك كتيره. هقول لك على مفاجاه، احنا عندنا كام حكم بيصفر عشان البروتوكول والتقنيه موجوده؟ كام حكم عندنا موجود؟ 20 تقريبا، 20 او 21 بالظبط. تمام، عندنا اربع حكام مسافرين بره. مسافرين فين؟ في عندهم بطولات اللي هي في افريقيا. بطولات افريقيا ماشي. أربعة. عندنا 16 تقريبا. ما نحاول. عندنا ابراهيم نور الدين، عندنا البنا، عندنا كمان محمد معروف، عندنا حكم تاني تقريبا امين عمر. اربعه بره. اربعه بره، يبقى في تالت عندنا محمد عادل، جهاد جريشه، التالت عندنا تقريبا عاشور. عندنا عاشور طبعا بس مش دولي، بس عندنا عاشور، وعندنا محمد الحنفي وطارق مجدي والصباحي وكلام من ده. كابتن انا ما عنديش مشكله، انا النقطه ديت احيانا بتقول لجنة الحكام ما عنديش حكام لان الحكام قليلين الموجودين. طب هقول لك على حاجه مهمه جدا، الدوري الانجليزي كام حكم بيحكموا فيه؟ 21 22 حكم، والنهارده حكم، الثاني النهارده بيبقى رابع، الاسبوع اللي بعدين انت حكم هو بيبقى رابع، هم ال 22 بيحكموا الدوري الانجليزي كله، هم بياخدين قرار ان ال 20 بيحكموا او 22 او 25 هم دولت اللي بيحكموا الدوري يعني حكم الانجليزي. ساحه حكم رابع. انا ما عنديش مشكله، انا بقول لكابتن واجي حاجه مهمه جدا، الحكم اللي يتميز ويلعب لعابه، الحكم اللي يخطا وقفه. ما انا بتكلم اهو مظبوط. انا مش هوزع ماتشاتي عشان اراضي الحكام. المشكله اللي كتير هم اللي بيخطئوا. خلاص يوقف يا كابتن، لو قعدوا كل اللي بيخطئوا مش هلاقي حكام. انا بتكلم في جزئيه التعيينات. بتتكلم على التعيينات. انا النهارده عاوز انجح، انا عاوز انجح بطولتي. حلو. ويا وجي انت مجتهد وانا عارف انك انت بتشتغل كويس قوي ونفسك تنجح البطوله، اللي ينجحك لاعبه. مظبوط. مش هفرق الماتشات بالدور، مش هينفع ان انا هراضي حكم عشان انت خدت خمسه يبقى دخل ياخد خمسه، ده خدت لا مفيش الكلام ده خالص. اللي يجتهد ويلعب وينجحني لاعبه. احنا جينا في سنه ايام يعني رحمه الله عليه كابتن احمد حسام، وانا كنت موجود في القائمه الدوليه وكنا سبعه، وكان معانا تقريبا بتاع حوالي خمسه او سته حكام متميزه. هقول لك ان السبعه كابتن حسام قعد سنه كامله، هم سبعه لعبوا. السبعه اللي بيلعبوا. والله ما بهرج. في وسط جماهير 70 60 الف متفرج سبعه هم منجحين الدوري على مدار ثلاث سنين. طالما ماشيين بنجاح. ماشيين بنجاح. طب لما كان حكم بيغلط يا كابتن كان يكون اركن على طول. اركن يعني انا جيت في مره يعني احكي لك موقف كده، انا تعبت يعني انا كل ماتشاتي كانت الاهلي بره في بورسعيد، الاهلي في الاسماعيلي، الزمالك في بورسعيد، يعني لما بتلعب بره الاهلي بيلعب بره او زمالك بره تقيله طبعا، وانت بتتكلم في جمهور الاسماعيلي والمصري والاتحاد ضغوط كبيره جدا صعبه. فابتديت العب انا تعبت، لان انا من نوعيه انا مش عاوز اغلط، بحب دايما انجح، فباخد الماتش من اول ما باخده لحد ما بلعبه مضغوط، افوجئ ان انا بلعب مباراه ثانيه نفس. قلت له يا كابتن حسام انا نفسي مره بس اسبوع ارتاح. قال لي مفيش ارتاح طالما انت بتلعب وماشي العب. فانا برجع تاني بس الكابتن واجيه بقول لك مش عيب ان انا اكرر الحكم، مش عيب ان انا اكرر الحكم، لان احنا بنتكلم احنا مش هننقى بعيد عن الدوري الانجليزي. يا كابتن هاني الدوري الانجليزي فيه الكلام ده، دي جزئيه في التوزيعات، في عشان اكون منصف تعال بقى اروح للتقنيه اللي عندها مشاكل. مظبوط. والله كابتن هاني بكلمك بجد، التقنيه كلها مشاكل. الكلام ده انا قلته النهارده، التقنيه مش متكامله، عندنا عدد الكاميرات الثانية بقوله وهعيد واعيد ان هي مش متوفرة بالشكل اللي يتيح للفار ان انا اجيب لك لقطة واضحة، او يبقى عندي اوبشن ان انا اجيب لك اللقطة اللي هي تقدر من خلالها تدي القرار. جودة الكاميرات، عدد الكاميرات، النقل، كل ده داخل في القصة. مش هقول بس الحكم والاخراج نفسه، والاخراج مش بس الحكم ولا حكم الفار ولا اون فيلد ولا اون فار، ده كمان التقنية يا كابتن، عشان النهارده الاتحاد بيحاول النهارده يتعاقد مع شركه جديده بسبب مشاكل التقنيه اللي هي في الشركه اللي يعني انت تتكلم مشاكل التقنيه دي على يعني تحت خط التولز، الادوات. بالظبط. الادوات مش متوفره، مش متوفره، كاميرات عددها قليل. بالظبط. البوزيشن عندك الاخراج مش على الاخراج المستوى. وبس يعني انا متفق معاك تماما. في جزء يعني تكنيكال على مستوى الكاميرات، وجزء حكام، وجزء حكام، وجزء لجنه الحكام، وجزء يعني بس الكاميرات اللي حتى اللقطات اللي بتيجي ما بتتحسبش. ما حتى يعني انت هتقول لي كده ممكن يكون انا بتكلم مش خاصه بلقطات معينه، هي في لقطات فعلا يعني مثلا لما تيجي لقطات ثانيه، لقطات ثانيه محتاجه مثلا كاميرا خلف الحكم المساعد عشان تظبط التسلل. لا انا اقول لك على حاجه، ان غالبيه الحاجات بتيجي الكاميرا مش مظبوطه على الحكم المساعد، فبتبقى مشكله. الكاميرات اللي هي خلف المرميين احيانا مهمه جدا جدا، اللي هي بتجيب المخالفه من ورا طبعاً. والكلام ده اذا دي حاجه بتكلم بصفه عامه بقى، لو انت عاوز تعمل تقنيه بشكل جميل لابد ان يكون شركه على اعلى مستوى تتعاقد معها، ان احنا النهارده ما نبتديش نعول عليها ونقول هي عندها مشكله.
يبقى احنا عندنا مشكله في الحكام، يبقى احنا نطور الحكام. ولكن كل الكلام ده بنقول من خلال قناه النادي الاهلي. تاني بقول الحكم ليه دور كبير جدا 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 على انك انت تنجح مباراتك. لجنه الحكام بتشتغل معاك، بتديك كل اللي انت عاوزه، بتاخد حقوقك، لابد انك انت تشتغل يا اخي. انا لجنه الحكام مش هتشتغل لوحديها، يبقى لجنه الحكام مع الحكام لتفادي هذه الاخطاء اللي قد تؤثر في المسابقه بشكل عام. يا كابتن هاني مظبوط، اللي عندنا مشكله طبعا كبيره جدا. يعني بقول تاني من فضلك من فضلك من فضلك اشتغل على نفسك، خليك مهتم، خاف يا اخي على اسمك، خاف على اسمك. كابتن هاني رمزي كان لاعب كبير، خاف على اسمك. انا بتفق معاك كابتن انك تشتغل على نفسك، ده مهم جدا، لان في اعتقادي شخصيه الحكم اعتقد يعني احنا مفتقدين الشخصيه القويه، الشخصيه الحاسمه، الشخصيه المتزنه، لان كمان الاتزان امتى بقى صارم وامتى بقى بضحك والحاجات، يعني في امور كده بنشوفها بره في طبعا ماتشات اوروبا خلاص كل الناس بتتابعها، بنشوف اختلاف في الاتيتيود، اتيتيود الحكم مختلف، ساعات بيبقى صارم جدا وساعات يضحك وساعات بيبقى دي الاداره بقى كابتن هاني بقى الاداره دي بقى ازاي انك انت تدير. يعني على فكره عندنا مانجمنت ماتش يعني محاضره كامله عن اداره المباراه، بعيد بقى عن التحكيم، دي قصه ثانيه بقى ازاي انك انت تدير المباراه في ظل ظروف وضغوط، بالظبط، ظل جماهير وفي ظل سلوك لاعبين وسلوك مدربين، ازاي تدير مش بالكروت، اه بالظبط، لا ولا مش بركلات الجزاء ولا بالعصبيه، تدير المباراه في يعني الاتموسفير بتاع المباراه. صعب جدا جدا، انا ما ينفعش ان انا اتعصب. كابتن هاني مباراه عاليه قوي قوي، يعني مباراه عاليه مني والحماس اللاعبين والمدربين، ما ينفعش انا كحكم اتعصب، مظبوط، لازم اكون هادي، مظبوط، ولا انا بتكلم غلط؟ مظبوط 100%. اللعيبه احيانا بيمتعض، بس مش بيمتعض منك، بيمتعض من زميله، او بيمتعض ان هو مثلا عمل لعبه مش كويسه، دي لازم انا يعني افرق، ما اروحش اديله انذار، صح، يعني دي كلها بقى الاداره بقى بتاعت اداره الحكم طبعا. مهمه جدا في المباريات. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، كانت يعني فقره رائعه، ونتمنى ان شاء الله اللي حضرتك بيقوله يتم، ان شاء الله منظومه التحكيم احنا تاني في قناه النادي الاهلي، ما بنقولش احنا كل ده المصلحة العامة، نادينا بندافع عنه وندافع عن حقوقه، زي ما حضراتكم شايفين أخطاء كتيرة جدا جدا، لكن كمان على مستوى المسابقة، على مستوى اللعبة، النادي الأهلي دايما حريص إن يكون العدالة للجميع، ومن خلال العدالة للجميع أكيد هيبقى عندنا مسابقة على مستوى عادي. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. سعيد بك جدا والله كابتن هاني النهارده، ويعني اعتقد يعني يا رب يكون وصلنا حاجه حتى ولو صغيره لحكامنا. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا كابتن، يعني دايما كل مره كده بتزيدنا ثقافه وعلم. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك، شكرا حبيبي، ربنا يخليك. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير، ان شاء الله بعد الفاصل مع الكابتن احمد نخله.